بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الفيديو ده هنراجع على بارت 1 من خلال الام سي كيو. اول حاجه بيقول لك الهيومن فيجوال سيستم هاز نو بروبلم انتربريتنج ذا سبتل فاريشن ان ترانسليسنسي اند شيدنج. يعني بيقول لك ان الهيومن فيجوال سيستم ان الانسان ما عندوش مشكله في اللي هو يفهم مثلا حاجه زي الشفافيه ترانسليسنسي والشيدنج، ولكن الموضوع تشالنجينج تو كمبيوترز. يبقى طبعا ده هيبقى ترو. بيقول لك given a large enough set of views of particular object or facade we can create accurate dense 3D surface model. يعني بيقول لك اللي احنا نقدر اللي احنا نبني حاجه زي 3D surface model عن طريق حاجه اسمها stereo matching. طبعا stereo matching احنا هنتكلم عنه اصلا لسه كتير قدام، ولكن هو كان ذكر الموضوع ده هو برضو في المحاضره الاولى، اللي احنا من خلال الستيريو ماتشنج نقدر اللي احنا نبني الشكل بتاع ال 3D، وده كان اصلا حتى تطبيق التطبيقات بتاعه الكمبيوتر فيجن. طيب بيقول لك ابلكيشن في كمبيوتر فيجن انت تقدر تراك ا بيرسون موفينج اجينست ا كومبلكس باك جراوند. يعني تقدر تتابع شخص معين، تشوف شخص معين وتقدر اللي انت تقول على اسمائهم اللي موجودين في صوره مثلا، والاوبتيكال الوجنز برضو يقدر اللي هو يفهمها يفهمها. يعني الكمبيوتر فيجن سيستم يقدر اللي هو يفهم الاوبتيكال الوجنز دهيت ويعني ايه يتعود عليها. يعني الاوبتيكال الوجنز دي احنا اتكلمنا عنها في الاول، اللي هي بتبقى مثلا بيبقى بعض الاشكال كده الانسان اصلا نفسه ممكن يتلخبط فيها، زي دي مثلا ممكن حد ما يفهمش الدبس مثلا كويس، الكمبيوتر فيجن سيستم ممكن يعني ايه يتدرب على النقاط دي. الكمبيوتر فيجن از ability of computers to see. طبعا هيبقى true. building artificial system that process تمام preserve and reason about visual data. هيبقى هما بيعملوا process بيفكروا او بيشغل يعني كانهم ايه بيفكروا بيقدروا اللي هم يستقبلوا المعلومات دهيت ويبداوا اللي هم يجيبوا reasons ليها او يفكروا فيها. يبقى ده طبعا كمبيوتر فيجن. ماشي. طيب كمبيوتر فيجن also called machine visions, robot vision, image analysis, video understanding, image understanding. يبقى دي كلها مصطلحات لايه الكمبيوتر فيجن. بيقول لك having a computer interpret an image at the same level as 2-year-old remains is very easy. تبقى طبعا لا، الموضوع زي ما احنا كنا اتفقنا اللي هو elusive، يعني الموضوع بيبقى صعب ومش سهل، وبيبقى فيه challenges كتير احنا المفروض اللي احنا ايه نهتم بيها. يعني بيقول لك الاهداف بتاعت الكمبيوتر فيجن زي ما احنا اتفقنا، انت بتحسب ال 3D shape، بترecognize objects مثلا او ناس معينة، بت enhance image يبقى انت ممكن اصلا تحسن image، او اللي هي الفرنسكس اللي هو الجرائم وغيرها. طيب الكمبيوتر فيجن طبعا زي ما احنا اتفقنا والسؤال ده هو مهم، inverse problem تمام. الانفيرس بروبلم انت بتحاول تريكفر الانونز، يعني انت بيكون في حاجه قدامك وبتحاول ان انت تطلع ايه خواص معينه وقيم خواص معينه علشان تسبيسيفاي سولوشن او تحدد افضل حل مثلا. يبقى ده بالفعل ترو. الفورورد مودلز ار ديفلوبد ان فيزيكس، ده برضه هيبقى ترو. او الكمبيوتر جرافيكس، يبقى الكمبيوتر جرافيكس هي مثال على الايه الفورورد مودلز. طبعا ده كان صح ولا غلط بس انا بس نسيت احط الصح والغلط. المهم الفورورد مودل داز ذا فولوينج، بيتحدد مثلا ازاي الاوبجكتس هتتحرك وهيتعمل لها انيميشن، اللايتس هيرفلكت ازاي على الاوبجكتس دهيت اللي هي الالومنيشن يعني بنسميها الالومنيشن، او ازاي هيتعمل لها بروجكشن مثلا على الايمج بلين. يبقى كل الايه اول اوف ذا منشن. وزي ما اتفقنا ان المثال على الفورورد مودلز هي الفيزيكس او الكمبيوتر جرافيكس. الكمبيوتر جرافيكس ار نوت يت بيرفكت، يعني هو بيقول لك ان هي مش يعني ما وصلتش لسه لافضل ايه لافضل شكل ليها يعني، بس طبعا الكمبيوتر جرافيكس مش موضوعنا يعني. طيب 14 describe the world that we see in one or more images to reconstruct the properties. يبقى ركز معايا في الكلمه، بيقول لك بتديسكرايب الورد، انت بتوصف الايه بتوصف العالم الخارجي. يبقى ده طبعا الايه الانفيرس موديل، يبقى ان الحاجه موجوده بالفعل وانت بتحاول تعمل لها ايه ديسكريبشن او تحاول توصفها وتحاول تتكلم عنها اكتر. رقم 15 بيقول لك examples of A include image processing و computer vision. يبقى طبعا image processing و computer vision هما الاتنين ايه inverse models، عشان هما الاتنين ان الحاجة موجودة بالفعل وانا يا اما بحاول اعملها processing او بحاول افهمها، ولكن هي موجودة بالفعل بس بعمل العملية العكسية. يبقى ده inverse ايه inverse model. ال classic problems بتاعت computational vision زي ما اتفقنا ال reconstruction ال recognition او reorganization، انت بتعمل reconstruct لحاجة معينة ال 3D shape مثلا او ايا كان، بتعمل recognition او بتعرف عليه، او reorganization او بتعيد ترتيبه بشكل ما مثلا زي اللي انت تعمل stitch مثلا او اي حاجة من الحاجات دهيت. تبقى دي كلها classic problems لايه للكمبيوتر vision. ماشي. طيب build detailed model of the image formation process and develop mathematical techniques. يبقى زي ما احنا اتفقنا لو هي mathematical techniques يبقى دي طرق ايه scientific، طرق علمية. طبعا عشان تتانفيرت الماثيماتيكال تكنيكس وتقدر ان انت تعرف الايه الكوانتيتيز اللي انت عايز تعدها، زي مثلا قيم بتاعه الار جي بي، قيم بتاعه الانتنسيتي، قيم بتاعه الايه الكلام ده كله.
طيب use probabilistic models. طبعا اول لما انا الاقي probabilistic models وهو بيكلمني على approaches اللي بدأ على طول ايه statistical، اللي بدأ احصائي، ده اكيد بشكل اكيد ان ده ايه احصائي. ليه؟ علشان probabilistic models زي ما احنا اتفقنا احنا بنحاول اللي احنا بنخمن ال likelihood، اللي يبقى انا بحاول اخمن، ما بيكونش عندي مثلا حاجة فيها certainty، لا دايما بيكون ايه حالة uncertainty، حالة عدم تأكد، وانا بقعد اخمن بس القيمة. Develop techniques that are simple to describe and implement، تبقى طرق بتبقى سهلة وعملية و implement. We work well in practice، يبقى وهي بتشتغل كويس بالفعل بالتجربة، يعني مش مجرد حاجات نظرية، لا هي فعلا هم جربوها عملوا لها تيست كمان، يبقى ده طبعا ايه engineering. تمام. طيب collect a representative set of test data، يبقى انت بتجمع test data وبتقعد اللي انت تحاول اللي انت تعلم الموديل او تخليه learn او تديه الداتا دهيت، وتقدر اللي هو ايه يقدر اللي هو يتعلم اكتر او يجيله مثلا insights اكتر عن المشكلة اللي هو بيحلها او ان البرفورمانس بتاعه يعلى. يبقى كل الكلام ده هو data driven approach. يبقى data driven approach يبقى انت دايما كأنك ايه بتأكل الموديل بتاعك، يعني بتأكل الموديل بتاعك بداتا كتير وبتعلمه. ماشي. طيب to validate الكمبيوتر فيجن algorithm، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده برضو. انت اول حاجة بتست على clean static data، يعني داتا نظيفة انت عارف الناتج بتاعها اصلا، وبعدين بتبدأ تضيف نويز على الداتا ديت وتشوف وبتعمل evaluate هو البرفورمانس هيقل قد ايه، وبعدين بتست الالجوريزم on real world ايه data. طبعا لما بحط اصلا سؤال فيه all of the mentioned انا بكون عايزك تقرأ بس الايه choices مش اكتر. طيب الكمبيوتر فيجن ابلكيشن، طبعا زي ما احنا اتفقنا اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن اللي هو الاو سي ار، الميشن انسبكشن الماشين انسبكشن سوري، الميديكال ايمجنج زي الاشعه وغيرها، اوتوماتيف سيفتي للعربيات، سيفيلنس المراقبه، 3 دي موديل بيلدينج، يبقى تبقى ايه كله. طيب رقم 23 بيقول لك ميرجنج كمبيوتر جنريتد ايمجري، يبقى انت بتحاول ايمجري ما اعرفش بتتنطق ازاي قوي، بس المهم يعني هي مجموعه صور الكمبيوتر هو اللي عملها، انت بتعمل لها ميرج بلايف اكشن فوتج، وبتبدا اللي انت تحاول تعمل او تتبع نقاط معينه انت مهتم بيها، مثلا شخص معين، اوبجكت معين، جزء معين، كلام دهوت، يبقى كله ده ايه الماتش موف. ماشي. طيب لما انت تيجي تستخدم ريترو ريفلكتيف ماركرز من اكتر من كاميرا علشان انت تحاول ان انت تلقط الموشن بتاعت الاكتور، اللي بدأت طبعا اسمها الايه الموشن كابتشر. تمام. طيب اللي انت تمرج اكتر من فيو مع بعض، اللي انت زي ما انا كنت قلت قبل كده اللي انت كأنك بتخيطهم على بعض وبتخليهم كلهم صورة واحدة، اللي بدل الايمج ستيتشنج. تمام. الميرجنج ديفرنت اكسبوجرز، يبقى اللي انت زي ما احنا اتفقنا ان الاكسبوجر ديت ده كان اكتر من سيتنج، يبقى انت بتصور نفس الصوره ولكن باكثر اكتر من سيتنج، وبعدين بت ايه بتميرج السيتنجز دي كلها مع بعض، اللي بدل الاكسبوجر ايه براكتنج. ماشي. طيب رقم 27 بيقول لك بلندنج ما بين تو فوتوجرافز، اللي بدل اسمها المورفينج، وزي ما احنا اتفقنا كان مثال اللي هو الشخص او اللي انت تقرب او تبعد، الكلام ده هو كله. Application of computer vision include a turning a collection of photograph into 3D model, special effects, supports, كل الكلام ده all of the mentioned أكيد. First stage in most computer vision application هي ال image processing، يبقى أول حاجة أنت بتعملها قبل عشان تجهز لأي computer vision application بتعمل image processing. هو ده إن شاء الله بدايتنا في المحاضرة التانية، وبمعنى كده اللي احنا خلصنا.